وتلاوى وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. نفتتح حلقتنا بالتلاوة المنهجية، وتلاوتنا في هذه الحلقة هي الصفحة 28 بعد 100 الأولى من الآية الأولى من سورة الأنعام إلى الآية 9 من سورة الأنعام. أتلو وبعد ذلك كما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. صدق الله العظيم.
نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة، لمن أراد منكم أن يسمع على قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجبيد. معنا محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. انتبه للإخفاء. ثم أنشأناه، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. حسبك، بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا. ننتقل إلى هداية، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا هداية، تفضلي بالقراءة. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أختي، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. حسبك، بارك الله فيك يا هداية، قراءتك جيدة. لملحظ على لفظ الأرض، انتبهي لا تفخمي الهمزة تبعا للراء التي بعدها، لأن الراء هنا طبعا ساكنة مفتوحة ما قبلها، فالراء مفخمة، لكن لا نترك هذه الراء المفخمة تؤثر على جارتها الهمزة المستفلة المرققة. لابد أن نصفي الهمزة ونرقق هذه الهمزة ثم ننتقل إلى راء مفخمة. كذلك في الآية الأخيرة وهي الآية التاسعة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، كان يحسن يعني أن نقف هنا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا هو كلامهم، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ثم نستأنف ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ننتقل إلى هاشم. هاشم، إن كنت في الاستماع تفضل بالقراءة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بارك وسهلا. بارك الله فيك يا عم الشيخ، إن شاء الله على الرمز إن شاء الله. وفيك بارك الله، أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة يا أخي. هاشم أنا في الاستماع، تفضل بالقراءة. هاشم مازال معنا أم ذهب؟ طيب ننتقل إلى محمد. محمد أنت على الهواء، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق، القاف مفتوحة. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بارك الله فيك يا محمد، قرأت علينا من آخر سورة صاد، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا. في صفحة اليوم التي تلوناها عندنا في الآية الأولى منها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وجعل الظلمات والنور هنا رأس آية، يعده المدني الأول والثاني، ويعده المكي أيضا. أما البصري والكوفي فلا يعدان، والنور لا يعدانها رأس آية، وبالتالي من يقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي أو برواية الدوري عن أبي عمرو البصري فلا ينبغي يعني له أن يقف على هذا الموضع، لأنه ليس برأس آية. وإلا يعني إذا أراد أن يتقيد بالوقف على رؤوس الآية مثلا، لكن إذا وقف فالوقف صحيح يعني لا بأس به إن شاء الله. وجعل الظلمات والنور، لكن الملحظ هنا أن الكوفي والبصري لا يعدان هذا الموضع برأس آية. معنا من؟ عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا عبد الرحيم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. حسبك يا عبد الرحيم، ما شاء الله قراءتك جيدة. يا عبد الرحيم، أولا حاول أن تتقيد بعلامات الوقف الموجودة في المصحف، كذلك تقيد برؤوس الآية، الوقف على رؤوس الآية. أنت كل رؤوس الآية هنا وقفت عليها، لكن هذه يعني ملحظ كامل في الوقف. دائما نتقيد بالوقف على رؤوس الآية لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، وكذلك نتتبع علامات الوقف الموجودة في المصحف ونقف عليها. هذا الشيء. الأمر الثاني، أنت في بداية القراءة تعوذت ثم ابتدأت الله نور السماوات والأرض ولم تأتي بالبسملة. صحيح أنت مخير في الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها لأنك لم تبتدئ من أول السورة. إذا القارئ ابتدأ من أول السورة فلا بد له من البسملة، أما إذا ابتدأ من ضمن السورة فهنا هو مخير بين أن يأتي بالبسملة وعدم الإتيان بها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لا إله إلا الله سواها ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة براءة، وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا. لكن أنت الآن، وهذه الملاحظة لكل من يسمعني ويشاهدني، قال العلماء إذا كانت بداية القراءة باسم من أسماء الله جل وعلا أو لفظ أو ضمير يعود على الله جل وعلا فهنا لابد من الابتداء بالبسملة، لأن عدم الابتداء بالبسملة هنا قبيح. سيأتي لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله جل وعلا أو ضمير يعود على الله جل وعلا يأتي بعد لفظ الشيطان الرجيم، وهذا يعني قبيح. فبالتالي إذا كانت بداية قراءتنا باسم من أسماء الله جل وعلا أو لفظ الجلالة أو ضمير يعود على الله جل وعلا فهنا يحسن أن نأتي بالبسملة للفصل بين لفظ الجلالة وبين هذا الضمير الذي يعود على الله جل وعلا أو اسم من أسماء الله وصفاته، نفصل بينه وبين الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه. فهنا كان الأولى أن تتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض. نعم، أسمعكم معي هاشم. هاشم، السلام عليكم. أهلا وسهلا يا هاشم، مرحبا. كم شيخ شن أخبارك؟ بارك الله فيك يا هاشم، تفضل بالقراءة. وفيك بارك الله، نسأل أن يتقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم
كنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون حسبك بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله قراءتك جيدة بس يا محمد حاول يعني أن تصفي الحروف من بعضها مثلا وأرسلنا فانتبه للهمزة الهمزة لا تتركها تتأثر بجارتها الراء المفخمة لأنك لو تركتها تتأثر فهنا ستفخم الهمزة أيضا كما قرأت أنت هكذا وأرسلنا هذه همزة مستعلية فالصواب أن نقرأها هكذا وأرسلنا همزة مستفلة مستحقها الترقيق ثم ننتقل إلى راء مفخمة كذلك انتبه لحرف الحاء في كلمة بالحق لا نقول بالحق بالحاء حاء هذه حاء مستعلية مفخمة الحاء لا تفخمها العرب أبدا الحاء دائما هي حرف مستفل يتسفل الصوت عند النطق به وبالتالي ينتج عن هذا هو ترقيق الحرف بالحاء بالحق هذه ملاحظاتي على قراءتك يا هاشم ننتقل إلى أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أخي تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد، قراءة جميلة، زادك الله توفيقا وسدادا. نعود إلى صفحة اليوم. كنت قد ذكرت لكم أن الكوفي والبصري لا يعدان والنور رأس آية، وإنما الذي يعده رأس آية هو المكي والمدني. عندنا في الآية الخامسة وما تأتيهم، أو قبلها في الآية الرابعة، وهو الله، وهو بإسكان الهاء يقرأ قالون وأبو عمرو، أما حفص وورش فيقرآن وهو الله. في الآية التي بعدها وهي الآية الخامسة وما تأتيهم قرأ ورش وما تأتيهم، طبعا بإبدال الهمزة ألفا. في الآية السادسة إيش عندنا فيها؟ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء. أنباء هنا كتبت الهمزة بصورة الواو، وطبعا هذا الأمر يتعلق بالرسم ويتعلق بمن يقرأ بقراءة حمزة أو برواية هشام. في الآية التي بعدها وهي الآية السابعة أو قبلها فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هنا مد بدل، ومد البدل عندنا فيه لورش القصر والتوسط والطول. في الآية التي بعدها وهي الآية السابعة ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. طبعا ينتبه لكلمة مدرارا من يقرأ برواية ورش رحمه الله، هذه الراء لا ترقق لتتالي راء بعدها مدرارا، ولا نرقق هذه الراء لأن عندنا راء وبعدها راء ثانية. في الآية التي بعدها وهي الآية الثامنة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، كذلك الراء هنا ننتبه لا نرققها لورش لحرف الاستعلاء الذي بعدها. هذه هي الكلمات التي يعني أردت أن أنبه لها في هذه الصفحة التي تلوناها. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله غدا في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.